السيدات والسادة، حضورنا الكريم، في البداية أرحب بكم جميعا في هذا الحدث الكبير الذي نجدد من خلاله دعم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسعيها الحثيث لترسيخ مكانة لغتنا الخالدة، اللغة العربية، في مجتمعاتنا، وتأكيد أهمية دورها في تعزيز التواصل بين جميع أفراد المجتمع وعلى المستويات كافة. فاللغة هي هوية الشعوب لا هويته. الناس تنطق دائما تقول هوية، وهوية خطأ، لأن الهوية فهو إذا أخذنا منها الاسم فهو هوية، هي هوية الشعوب وتاريخه الذي لا يندثر. حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق المبادرات والمشاريع التي تدعم وتعزز استخدام اللغة العربية في المجالات كافة، وتسعى إلى المحافظة عليها. وجاء إطلاق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، رعاه الله، جائزة سنوية باسمه تكرم القائمين على التجديد والتطوير في اللغة العربية، وكذلك تنظيم مؤتمر دولي يعنى بشؤون اللغة العربية تتويجا لهذه الجهود التي تصب جميعا في تمكين اللغة العربية واستعادة مكانتها الرائدة بين لغات العالم. هل تظنون أن اللغة العربية كانت رائدة؟ اللي يظن يرفع يده، اللي ما رفع يده ما يظن. طبعا الأغلبية رفعت يدها وبعضهم لم يرفع. اللغة العربية الدليل على ريادتها أن كل العلوم العصرية اليوم قائمة على ما نقلته اللغة العربية إلى العالم، فبقيت فترة زمنية ومدة زمنية طويلة، قرون، وهي تغذي العالم كما تغذي الآن اللغة الإنجليزية العالم بالعلوم. فكانت لغة العلم هي اللغة العربية، ولكن كانت وكان في الماضي ولا في الحاضر أو الحاضر أو المستقبل. يقول معروف الرصافي: وخير الناس ذو حسب قديم أضاف لنفسه حسبا جديدا. فإذا كنا نفتخر باللغة العربية وماضيها العريق، فيجب علينا أن نضيف إلى هذا الحسب القديم حسبا جديدا نفتخر به ونحن أحياء. فلا خير في فخر بعد الوفاة، ويفتخر به كذلك أبناؤنا وأحفادنا بأن هذه اللغة هي لغة للعلم، لغة للنور، ونبراس يهتدى به. فدولة الإمارات العربية ممثلة بحكومتها الرشيدة جعلت ووضعت قوانين عدة، وإذا قارنتم القوانين والمبادرات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فسنعلم أن ليس لها مثيل في الوطن العربي كله ولا في العالم. وهذا أنا من هذا المنبر
أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على هذه الرعاية الكبرى للغتنا الخالدة. وأنا أكرر، هي لغة خالدة ليس لها مثيل، وأنا مولع بها منذ صغري طفولتي، وأنا أتغنى باللغة العربية إلى هذا اليوم. وكل طفل له حق من أطفال العرب في أي دولة من الوطن العربي أن يعرف أسرار هذه اللغة، وأن يعرف لماذا هذه اللغة تختلف عن أي لغة أخرى. عندما نقرأ قصيدة أو مثلا أو مقولة عمرها 1700 سنة ونحن اليوم في 2017 نقرأ حتى الآن بكل وضوح كلاما قاله العرب منذ 17 قرنا، أليس هذا عجيبا؟ اللي يوافق يرفع يده. وهم يحتاجون إلى معاجم كثيرة ليقرأوا ما كتب منذ قرنين. هذه اللغة العجيبة، اللغة التي بقيت صامدة قوية نتحدث بها حتى الآن في عاميتنا التي نتحدث بها، معظمها فصيح، معظم العامية الموجودة هي فصيحة. فهذا فخر للعربية وفخر لنا، لكن يحتاج منا إلى عمل جماعي لهذه العودة إلى اللغة العربية. وأسهل طريقة وأسرع طريقة وأقرب طريقة ما هي اليوم؟ السوشيال ميديا ولا التواصل الاجتماعي؟ فالتواصل الاجتماعي أقرب شيء إلى قلوب أبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا، فنحتاج أن نصل إليهم بأسرع وقت. انطلقت مسيرة وسم بالعربي سنة 2013، وبلغ الوسم تقريبا مشاهدة 70 مليون، ثم في 2014 وصل الوسم تقريبا تجاوز 200 مليون، وفي 2015 تجاوز الوسم 500 و400 مليون، لا أذكر الأعداد، فهو في زيادة. أمس أو صباحا اليوم تجاوز المشاهدة 7 مليون، ونحن لم نصل إلى يوم 18 اللي هو يوم العالمي. فأنظر إلى الناس وأنظر إلى الشباب والمغردين وغيرهم، وأجد أن بعضهم غير المعرف من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وكلما وصل إليه بطاقة أنا أدعم إلى اللغة العربية، أدعم اللغة العربية،
أو أدعم مبادرة بالعربي لا يتردد بل يضغط عليها ليظهر للناس أنه يدعم اللغة العربية. فاللغة العربية معشوقة لكل أبنائنا وبناتنا، فقط نريد أن نصل إليهم ونشجعهم للقيام بعمل جماعي مبهر للغة أو لدعم اللغة العربية. من هنا انطلقت مبادرة بالعربي في 2013 لتسهم في نشر المعرفة ورفع نسبة الوعي بضرورة وجود واستخدام اللغة العربية في جميع المحافل، كما تهدف المبادرة إلى حماية اللغة العربية من تهديد التهميش وقلة الاستخدام من قبل الأجيال الجديدة عبر حثهم على استخدامها في حياتهم اليومية لما تتمتع به من مرونة كبيرة قادرة على مواكبة التطلعات كافة. كما أبرزت مبادرة بالعربي جماليات وسلاسة اللغة العربية وإمكانية استخدامها الواسعة في وسائل التواصل الحديثة كافة بشكل مبتكر بعيد عن الصورة النمطية المأخوذة عنها، وعملت المبادرة على زيادة المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية التي تشهد تزايدا كبيرا بشكل سنوي لأعداد المستخدمين العرب الذي بلغ عددهم 155 مليون مستخدم في نهاية العام الماضي. من يظن أن العربية في خطر؟ قليل. من لا يظن أن العربية في خطر؟ العربية ليست في خطر. لكن أهل العربية هم الذين في خطر. إذا ضاعت هوية العرب، ضاعت لغتهم، ضاع تاريخهم، ضاع مجدهم، ضاع حاضرهم، وضاع مستقبلهم. لماذا الفرنسي يحدثه الإنجليزي بالإنجليزية ويرد عليه بالفرنسية؟ وهو يعرف الفرنسي الإنجليزية. لماذا الألماني تحدثه بالإنجليزية ويرد عليك بالألماني أولا، ثم لما تخبره أنا لم أفهم كلامك يحاول أن يفهمك بشتى الطرق؟ في شتى البلدان الناس كلها تفتخر بلغتها لأنها تفتخر بهويتها وقوميتها. فلدينا هذه اللغة العظيمة ونحن يحدثون بالعربية ونجيبهم بلغات أخرى. دائما أنا أذكر مثالا جمال اللغة العربية، عندما يقول تقول له ستفعل هذا يقول لك طيب زين إن شاء الله. الزين والطيب ومشيئة الله. لكن إذا ممن تعود على اللغة الإنجليزية سيقول أوكي. فقلت أهي كية من نار أو كي أو كي لتقرأها كي من النار؟ يعني اللغة العربية جمالها أو حتى في لهجتنا العامية يقولك طيب من الطيب، زين من الزين، إن شاء الله من المشيئة. حد يترك هذا الكلام الجميل ويقول أوكي
كلمة لا معنى لها. فالمسألة ليست نحن نعترض على تعلم اللغة الإنجليزية، بل تعلم اللغات وليس فقط اللغة الإنجليزية ضرورة لكل أبنائنا وبناتنا. ما يتعلمون لغة واحدة، أنا أتمنى أن يتعلمون أن يتعلموا اللغة الإنجليزية والفرنسية واليابانية والألمانية، لأن شعب نحن شعب منفتح على الشعوب الأخرى، فتعلم اللغات شيء جميل ونحث عليه، لكن لا يطغى على اللغة، لغتنا العربية. أعزائنا الحضور، أعدت مؤسسة محمد بن راشد المكتوم أجندة حافلة بالفعاليات ضمن مبادرة بالعربي لضمان انتشارها على أكبر نطاق بين فئات المجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة منها. ولعل أبرز هذه الفعاليات تنظيم حلقات نقاشية رقمية بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار على مستوى الدولة لمناقشة وطرح الموضوعات والتحديات المتعلقة باللغة العربية. وسيحظى أفراد المجتمع بفرصة للتواصل المباشر مع هذه النخبة. ومن خلال منصات مبادرة بالعربي التي ستوجد في أكثر من 10 مواقع في مختلف إمارات الدولة، سيتمكن أفراد المجتمع من المساهمة في فعالية مخصصة لقراءة مجموعة من الكتب، أبرزها كتاب ومضاة من فكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وكتب أخرى من إصدارات قنديل للطباعة والنشر والتوزيع تخص السعادة والابتكار. وتشمل فعاليات مبادرة بالعربي تصميم أكبر لوحة تضم صور المشاركين في المبادرة التي ستعرض على أكبر شاشة عرض في منطقة الجي بي آر في دبي. وكذلك سيشارك الجمهور في كتاب مسموع خاص بالمبادرة، إضافة إلى باقة متنوعة من الفعاليات الأخرى التي ستعزز مشاركة الجميع في مبادرة بالعربي. نحن نريد الجميع أن يشترك في هذه المبادرة وأن يحملها على محمل الجد، لأن أبناءنا يحتاجون لكل من يعينهم ويرغبهم. مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة وعن طريقهم، أصبحت لدينا دول خارج الدولة مثل الكويت والبحرين وقطر سينظمون فعاليات خاصة لمبادرة بالعربي ودعم اللغة العربية في المراكز التجارية والجامعات. ولن ننسى أن ننوه هنا إلى حجم الدعم الذي يقدمه القطاعان الحكومي والخاص للمبادرة منذ انطلاقتها الأولى للقيام بدور فاعل في مسيرة الحفاظ على لغة الابتكار والتطور، والتي كان لها دور محوري وسيكون بارز في الحضارات المتعاقبة على مر التاريخ. آملين أن تحقق مبادرة بالعربي هذا العام مشاركة وانتشارا أوسع من خلال الفعاليات التي تنظمها، لنكون جميعا أعضاء فاعلين في الحفاظ على لغتنا الأم، لغة الآباء والأجداد الذين صنعوا مجدنا وحضارتنا التي أضاءت بنورها جميع المجتمعات والأمم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة؟ حتى تأتي الأسئلة أخص بالشكر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مجلس الإمارات للشباب، جمارك دبي، بلدية دبي، اتصالات، شو نسميهم، كارتون نتورك، شبكة الأطفال، شبكة الرسوم المتحركة، مسافي، مقهى كاريبو،
ومقهى جيرالد، جريدة البيان، الإمارات اليوم، الوطن، الاتحاد، قناة الأولى، شركة هيلز، قناة سكاي نيوز عربية، قناة ماجد، أرامكس، تكاتف، مؤسسة دبي للإعلام، وقنديل للنشر والتوزيع، قنديل التعليمية، جمعية اللغة العربية، وشبكة العين، كذلك الرعاة في المراكز التجارية، تعاونية الاتحاد، مول الإمارات، سيتي سنتر وسيتي سنتر ديرة، كذلك المارينا، ياس مول، بوادي مول، مركز صحاري، طبعا لازم يكون مركز صحاري، وميجا مول، وأرابيان سنتر مفروض العرب، عربي مركز العرب. أما الرعاة في دولة الكويت فبنك الوطني وغيره من الشركات، لأن الشعار صغير، وكذلك الرعاة في دولة قطر والرعاة في مملكة البحرين.